يوحنا طبعا كان يدرك الاحداث في ايامه كان يعرف عن نيرون انه حرق روما ووضع كبش الفداء هو المسيحيين اتهمهم وابتدا الاضطهاد الشرس ضد المسيحيين كان يدرك في ايام دومشيان عندما كان المفروض أن كل مسيحي يبخر يعني يصنع البخور للإمبراطور ابتدأت هذه العادة من أيام أغسطس قيصر لكن كان يعني كشخص مات يعني قدموا له عبادة قيصر هو رب فعندما اصطدمت المسيحية بالرومان أو بروما قالت لا يسوع المسيح هو الرب لكن في أيام دومشيان اختلف الوضع كان لازم السجود للامبراطور والتبخير له وطبعا العباده له عن طريق انك انت تعترف انه هو قيصر رب وانك ترفض اي ربوبيه اخرى واي عباده اخرى فطبعا هذا مرفوض بالنسبه للمسيحيين لانهم يعبدون الرب الاله يسوع المسيح ثم الاحداث بتتواكب يعني في امور بتحدث اللي هي يعني بت... يعني حدثت وتحدث مره اخرى فمثلا دانيال يتنبا النبي دانيال يتنبا عن رجسه الخراب وفعلا هذا تم فعليا فيوحنا بيعرف واليهود في ايام المسيح بيعرفوا لانه كان بس من فتره بسيطه جدا كانوا بيعرفوا التاريخ المعاصر اللي هي رشدة الخراب بكل بساطة واحد اسمه أنتيخوس أبيفيناس أعلن أنه إله وبعدين راح لأورشليم دخل الهيكل ونجس مكان العبادة كيف نجس؟ بتقديم ذبيحة خنزيرة على المذبح في قدس الأقداس وهذا حدث سنة 167 قبل الميلاد ومما أدى إلى غضب عارم وابتدأت ثورة المكابيين وطبعا ثورة المكابيين هزمت جيوش أبيفيناس ثم طهروا الهيكل من النجاسات واحتفلوا بالمعزلة اللي حدثت اللي هي الحنوكا وصار هذا العيد يتزامن مع عيد الميلاد اللي هو 25 ديسمبر أو في شهر ديسمبر هذه الاحداث معروفه ليوحنا والتلاميذ وعندما امن بولس الرسول كان بيدرك هذه الاحداث. هذه الشخصيات سواء ابيفيناس او نيرون واخرون هم يعني اشرار بل تجسيد للشر. وهكذا شخصيات كثيره عبر التاريخ يمكن في العصر الحديث هتلر مثلا هو تجسيد للشر. ولا ننسى أحبائي أن المسيح تنبأ أنه سيقوم أنبياء كذبة ومسحاء كذبة في بشارة مرقس إصحاح 13 والآية 12